الحكومة الشرعية تصعد ضد مقترحات بشأن إنشاء إدارة محايدة لمدينة الحديدة وموانئها. التصعيد جاء في سياق بيان أصدرته وزارة الخارجية تعليقاً على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت مؤخراً بهذا الخصوص، واعتبر التصريحات كهذه مختلفة كلياً عما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، أو حتى مع ما دار من نقاشات مع الوزير هانت خلال زيارته الأخيرة للمنطقة. بيان الخارجية أكد حق الحكومة الحصري في إدارة شؤون الدولة اليمنية وبسط نفوذها على كافة تراب الوطن دون انتقاص، وشدد على أن الحديدة ليست إلا أرضاً يمنية يجب أن تخضع للدولة اليمنية وقوانينها النافذة، وليس هناك أي قانون وطني أو دولي يعطي الحق لغير الحكومة انتزاع ذلك. واعتبرت وزارة الخارجية أن أي حديث حول أي ترتيبات أخرى قبل ضمان تنفيذ اتفاق ستوكهولم مسألة سابقة لأوانها، ويجب أن ترتبط بإنهاء الانقلاب وتسليم السلاح للدولة وعودة مؤسساتها. ووصفت ما يطلب منها بشأن الحديدة بأنه أصبح يتعدى التنازلات الممكنة إلى خيارات مستحيلة تهدد العملية السلمية برمتها. الحكومة اليمنية وفي رسالة موقعة من حكومتي الرياض وأبوظبي اتهمت الحوثيين بعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل أسبوعين لإعادة نشر القوات في موانئ الحديدة. ودعت الرسالة المشتركة مجلس الأمن الدولي إلى الطلب من الحوثيين تطبيق التزاماتهم، واعتبرت أن رفض الحوثيين المفاجئ وغير المفسر للانسحاب من مينائي صليف ورأس عيسى لا يفاجئ الحكومات الثلاث بعد أشهر من أساليب المماطلة من جانب الحوثيين. يأتي ذلك فيما أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفن دوغاريك بأن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث يقوم حالياً باتصالات مكثفة مع طرفي الأزمة بغية التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم. وفي رد على سؤال بشأن موعد تقدم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بتقرير إلى مجلس الأمن حول عدم تنفيذ بنود الاتفاق، أكد دوغاريك أن الأمين العام سيقدم تقريراً لأعضاء المجلس دون أن يحدد وقتاً لذلك. وكان جريفيث قد التقى في الرياض نائب رئيس الجمهورية علي محسن صالح وناقش معه الأفكار ذاتها وطالب بالمزيد من التنازلات من الطرفين وفق بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية.